هم أنا متأكد أن ما عبروا به خرج من القلب ليصل إلى القلوب. الأجاويد من محبتهم قالوا لابد أن تنوع الباقات حتى نعقد مع الجميع صداقات. قالوا أبشروا تدللوا، بس أنتم وش تبون؟ قلنا نبغى باقة تكون خاصة بقناة الأجاويد. قالوا أبشروا، ففي باقة بقناة الأجاويد مع القنوات المفتوحة. انتبهوا لكلامي، قناة الأجاويد مع القنوات المفتوحة ب555 ريال، يعني فيها الطبيعية، فيها الوثائقية وقنوات مفتوحة، كلها موجودة في الباقة اللي تشوفونها الآن على الشاشة ب555 ريال. يعني اللي يقول مثلا والله أنا ما أبغى أشترك في الباقة كاملة، نقول له اشترك في الباقة، توكل على الله. المهم ان حنا ودنا نرضي الجميع ونخليهم مبسوطين آخر انبساط. ليه؟ لأننا نحبكم. وشوفوا يا جماعة الخير، أنا أقول لكل من يريد أن يشتري هذه الباقة مثلا، ما شراها ترى لنفسه، أنا متأكد شراها لأبوه ولأمه، وهذا من البر. لذلك نقول للجميع احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في مسارين، بل في ثلاثة. أول شيء أنك تبر بوالديك، ثاني شيء أنك تشارك في وقف هذه القناة وتشارك في أجرها، أسأل الله لا يحرمنا ذلك، وثالث شيء يعني متعة وروعة وإبداع من خلال هذه القناة. فأنا أقول ترى 46 ريال في الشهر، يعني ريال ونص في اليوم، مي بصعبة. فأنا أقول لا تتأخر عشان حظك ما يتبخر. خلونا نشوف الفيديو. لأنه بصراحة ساعتين ما تكفينا، لأن المشاهد له حق في أن يتابع قناة الأجاويد وبرامج الأجاويد على مدار الساعة، ويستاهل جمهورها الكريم. ودنا يكون المشاهد معنا طول اليوم. زيادة حب الناس جعل في قناة الأجاويد بث 24 ساعة، كواليس وطلعات ولا حد يشوفها إلا في قناة الأجاويد. تصبح وتمشي علينا، متنوعة فوائدها كثيرة ومن كل بحر قطرة. كواليس برنامج الأجاويد، رحلات أعضاء مجلس الأجاويد. أفا عز الله، فات الشيء الكثير، بيفوتك خير كبير، يفوتك الزين كله، بيفوتها المهاوشات اللي بين وبين مهيدم. يوم وليلة كننا في ضاح العيد والسعد مكتسيلة، للأجاويد ما ندور بدلة، شوقنا معكم يزيد والمحبة دليلة. شاشة للأجاويد. تلوموني في حب الحصيني؟ لا تلوموني، شوفوا آخر كلمة قالها، أسأل الله يسعده ويبارك فيه. قال تحب الحصيني؟ قلت مثل عيني. قال واحدة؟ قلت لا ثنتيني. لب عينه، الله يسعده يا ربي. يا الله، شوفوا يا جماعة الخير، الاشتراكات اللي يشتركون في القناة يدخلون في سحب. شوفوا يا جماعة الخير، إلى 31 أكتوبر في سحوبات جميلة، عندهم آيفونات، عندهم مبالغ مالية، سيكون السحب عليها بإذن الله تعالى. بمجرد ما تشترك خلاص تدخل اوتوماتيك انت في السحب، ويعلن بعد كذا الاسماء، وربما تكون يعني بذلت مبلغ ووفقك ربي في شيء كبير، اسال الله ان يسعد الجميع. لكن ها، لا تنسون اننا نحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى اننا نشارك في هذا الوقف الجميل الرائع الذي يقدم الخير ويقدم الشيء المحافظ والجميل الذي نأمن معه على أطفالنا وعلى بيوتنا. فأسأل الله أن يسعد الجميع وأن يبارك في الجميع. اتصال.